اسمح لي ان اذهب الى ضيف الكريم من الرياض الدكتور عبد الله. دكتور عبد الله، يعني المملكه العربيه السعوديه وضعت عنوانا عريضا في الفتره الاخيره، وهو تصفير المشكلات الامنيه التي واجهتها في فترات سابقة، تحديات أمنية تقليدية واجهت المملكة العربية السعودية. أتكون قمة جدة على هذا الطريق، تصفير المشكلات العربية؟ مرحبا بك وبضيفك ومشاهديك الكرام. أنا في اعتقادي أن هذه القمة ربما هي قمة مختلفة لأول مرة في القمة 32، أي بعد 31 قمة يلتئم العرب وهم أكثر تقاربا، والأجواء أجواء التصالح والأجواء الإيجابية تخيم عليهم. لم نقل نذهب إلى هذه القمة ونحن نعيش أجواء استثنائية، أجواء متصادمة، بل أجواء متصالحة. علينا أن نستثمر هذه الأجواء المتصالحة لتأسيس عدد من النقاط المهمة. وفي تقديري أنه ما مرت به المرحلة المنطقة العربية خلال السنوات الماضية يعطينا الكثير من الدروس والعبر التي يجب أن نستلهمها، وأن نؤسس لمرحلة عربية جديدة متمثلة في اللاءات الثلاث التي أنا أسميها، من قمة الخرطوم، لاءات الخرطوم، إلى لاءات جدة الثلاث، لا للتصارع ولا للتدخلات الأجنبية في منطقتنا ولا للخلافات. عندما نحاول تفسير وفكفكة هذه اللاءات، أنا أعتقد أنها بحاجة إلى برامج عمل مهمة جدا، بحاجة إلى أولا إصلاح جامعة الدول العربية وإعادة هيكلتها بما يتوافق مع النظم الحديثة والتغيرات التي طرأت على المجتمع العربي والعالمي. نحن بحاجة مرة أخرى إلى إنتاج مفهوم الأمن القومي العربي بمفهومه الجديد، بعيدا عن المفهوم الكلاسيكي. إذا وقفت عند هذه النقطة وهي نقطة مهمة للغاية، قصة إعادة هيكلة جامعة الدول العربية لتتواكب مع المشكلات الحالية التي يواجهها العالم العربي، كيف يمكن فعل هذا على أرض الواقع؟ طبعا الجامعة العربية عمرها 77 عام، وربنا يطيل في عمرها يا رب العالمين، لكن أنظمتها بحاجة إلى المراجعة، بحاجة أن نستلهم ما لدى الآخرين من مقومات ساهمت في بناء كياناتهم الإقليمية. علينا إيجاد محكمة عربية تكون هي الملجأ بالنسبة لنا كعرب. علينا أيضا إيجاد أو تغيير بعض الأنظمة التي تفرض الإجماع، نتذب من الإجماع إلى الأكثرية، وعلينا أن نلتجئ إلى القرارات، وعلينا أن نفكر في بنود الجامعة العربية مجددا في اشتراطاتها وفي قوتها، وأن تصبح بالفعل جامعة كما حضرتك ذكرت في بداية حديثك أنها هي المظلة العامة للعالم العربي التي نستظل بظلها. ولكن مظلة يعني ليست لديها القوة، مظلة بلا أنياب. أنا أعتقد أنها مظلة قوية ربما تخلع مع أي هبة ريح. نحن بحاجة إلى مظلة راسخة قوية تكون لها أيضا فعاليتها في الإقليم وفي خارج الإقليم. هي من يناقش في العالم، هي من يناقش الأمم المتحدة باسم العرب، هي من يتحدث مع الاتحاد الأفريقي، هي لديها وزير للاقتصاد ووزير للخارجية ووزير للتنمية، لديها وزراء أو بدرجة وزراء يتحدثون مع العالم باسم العرب أجمعين، باسم 22 دولة عربية. طبعا هذا ربما يكون حلم، لكنه حلم قابل للتحقيق. هو تحقق بالفعل يا فندم في أوروبا القريبة، يعني أوروبا كان بين دولها حرب عالمية طاحنة قتلت الملايين وشردت أيضا الملايين. هم الآن تركوا كل ذلك جانبا وبينهم وحدة، اتبعوا المصالح. وأضيف أننا نحن ربما نختلف كثيرا عنهم، نحن لغتنا واحدة، نحن نتفق إلى حد كبير في الدين، نحن صحيح. نتفق في العروبة وفي الإقليم، نحن لم تقم بيننا حروب طاحنة قتلت أكثر من 50 إلى 70 مليون. نحن عرب متصالحون، لدينا ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، لدينا القيم العربية والهوية الإسلامية، نستطيع أن نعزز هذه القيم ونستفيد منها ونبني عليها وننطلق منها. إذن المقومات كبيرة جدا، لكن نحن بحاجة مرة أخرى إلى أن تكون لدى الدول العربية رؤية مشتركة تجاه المستقبل، تجاه ما يجب أن تقوم به الدول العربية. وأنا تحدثت ربما ولم أكمل حديثي أننا بحاجة في هذه المرحلة إلى إنتاج مفهوم أو إعادة تعريف الأمن القومي العربي بمفهومه الجديد، وليس المفهوم الكلاسيكي. دعني أتحدث سيد الكريم عن قضية الأمن المائي، 4 دول عربية مهددة موتا عطشا. دعني أتحدث عن الأمن الغذائي، الأمن المالي، الأمن السبراني، الأمن العسكري، الأمن من المخدرات، الأمن من الإرهاب. كل هذه بحاجة، لكنها لن تتم إلا ما عندما نغلق جميع النوافذ التي تفد منها الشرور. عندما يكون هناك مشروعا عربيا مقدسا، مشروعا عربيا اقتصاديا تتشارك فيه جميع الدول العربية،
في اعتقادي أن الاقتصاد هو الرافعة رقم واحد التي يأتي بعدها جميع الرافعات سواء الاجتماعية والسياسية وغيرها. سأذهب بالتأكيد إلى رافض الاقتصاد وهو أمر مهم للغاية، لكن اسمح لي أن أذهب إلى ضيفي في القاهرة. تفضل. سأختم بكلمة واحدة، وأن كل هذا الاستثمار هو بحاجة إلى الاستقرار فقط.